حياكم الله أصدقائي. لا تنسوا الصلاة على النبي. قامت المنتخب العراقي المتكون من 50 لاعب لكأس آسيا. تابع الفيديو إلى النهاية، اشترك بالقناة وفعل الجرس ليصلكم كل جديد. رسميا قامت 50 لاعبا التي اختارها كأساس لمنتخبنا الوطني العراقي لبطولة كأس آسيا، والتي سترسل يوم 12/12 إلى الاتحاد الآسيوي. حراس المرمى جلال حسن، فهد طالب، أحمد باسل، محمد حميد. خط الدفاع ريبين سلاقة، سعد ناطق، علي عدنان، مؤسس أرتين، زيد تحسين، مناف يونس، محمود مشعان، حكام هاشم، رسلان حنون، مصطفى ناظم. الأظهر اليمين آلان محي الدين، حسين علي حيدر، مصطفى سعدون، فرانس بطرس. الأظهر اليسار مير خاز دوسكي، أحمد يحيى، كرار سعد، ضرغام إسماعيل، همام طارق. خط الوسط زيدان إقبال، أحمد علي، أسامة رشيد، بشار رسن، أمير العمار، أمجد عطوان، سعد، حسين علي، صفاء هادي، حسين فلاح، عموري فيصل. الأجنحة اليمين منتظر ماجد، إبراهيم بايش، حسن عبد الكريم، هيران أحمد، أندرياس الناطي. الأجنحة اليسار يوسف الأمين، دانيلو السعد، علي جاسم، أحمد فرحان. في الهجوم علي الحمادي، مهند علي، أيمن حسين، باشانق عبد الله، شيركو كريم، علي يوسف، مهند عبد الرحيم. إيش قد تقيمون القائمة من 10؟ طبعا هاي القائمة راح يطلعون منها 23 لاعب لكأس آسيا، ولاعبان احتياط خاف ينصاب أحد من هؤلاء اللاعبين. برأيكم من الذي يستحق أن يكون في القائمة ولا يوجد اسمه؟ اكتبوا لنا اسمه. تصريح لاعب منتخب العراق ونادي أوتريخت الهولندي زيدان إقبال يقول: من الصعب دائما أن تكون على الهامش وتفتقد ما تحب أن تفعله أكثر. من الجيد أن أعود، وشكرا للجماهير على الترحيب الحار. كل التوفيق للاعبنا العراقي زيدان إقبال. تصريح محمد قاسم لاعب نادي القوة الجوية يقول: قدمنا أداء كبير في دوري أبطال آسيا وشرفنا الكرة العراقية. نعم نشعر بالحزن لكوننا لم نتأهل، ولكن هذا حال كرة القدم، علينا أن نفكر بما هو قادم. محمد قاسم اليوم سجل هدف جميل. مدرب فريق الكهرباء لوي صلاح يقول: سنضطر للعب بتشكيلتين مختلفتين في مباراتين أوروز بدور نجوم العراق وأمام الأهلي السوري بكأس الاتحاد الآسيوي نتيجة عدم وجود طيران مباشرة للبصرة. سنضطر لخوض لقاء الأهلي السوري بتشكيلة تختلف عن تلك التي ستشارك أمام نوروز. كيف تشاهدون ما يقدمه المدرب أحمد صلاح مع نادي الطلبة؟ وكم تقيمونه الآن من 10؟ مهاجم منتخبنا العراقي ونادي ويمبلدون الإنجليزي علي الحمادي يواصل التألق ويصنع الهدف الأول للعريق ويمبلدون الإنجليزي في الدقيقة 8، وبعدها علي الحمادي يسجل الهدف الثاني للعريق ويمبلدون الإنجليزي في كأس الاتحاد الآسيوي. بيبدع علاوي لحد الآن هو أفضل مهاجم عراقي. إيش قد تقيمه من 10؟ دوري أبطال آسيا نهاية دور المجموعات، نادي القوة الجوية أنهى مشاركته في المركز الثالث بمجموعته، بينما تأهل نادي الاتحاد السعودي بطل للمجموعة، ونادي سبهان أصبح قريبا من التأهل بالاعتماد على نتائج أفضل الثواني في المجموعات. النصر السعودي يواجه استقلال دوشنبه يوم الثلاثاء في تمام الساعة 7 مساء.